اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لحضراتكم يعني هيكون معانا بطل كبير، بطل ذهبي بارالمبي، استطاع انه يشارك منذ فتره ليست بالبعيده في بطوله الجائزه الكبرى في فرنسا، ونجح في حصد ميداليتين ذهب 100 متر و200 متر، تاهل بعدهما الى طوكيو 2024 كاول مصري في العاب القوى البارالمبيه يتاهل الى الاولمبياد. حدث كبير، والحقيقه هو من احد لاعبي النادي الاهلي. بس الاول قبل ما نتكلم على هذا الانجاز الكبير لازم ارحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو. ابتدي بالكابتن الكبير الحقيقه، صديقي الشخصي المقرب العزيز على قلوب الاهلاويه كلها، كابتن ياسر داوود، رئيس جهاز العاب القوه في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن، منورنا ودايما بننتظر لقائك والله بجد يا كابتن. ربنا يخليك، شكرا ليك، شكرا ليك وكل الاهلاويه وقناه الاهلي طبعا. اهلا بحضرتك. النادي الاهلي كله. نروح لبطلنا الذهبي كابتن كريم محمود، لاعب النادي الاهلي واللاعب البارالمبي وصاحب ميداليتين البطوله الجائزه الكبرى في فرنسا 100 و200 متر ذهبيتين. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك ونورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك كريم. يعني خلينا بقى نبتدي معاك ونبتدي بطلنا، طبعا نستاذن كابتن ياسر وانت النهارده محور حلقتنا. ابتديت ازاي اللعب؟ بدات فين؟ ابتدات ازاي؟ كلمني عن بدايتك، لان انت هنا عشان تقدم رساله للي بعدك. قول لي بدات ازاي؟ هو انا بدات العبكم من 2009. بدات طبعا المشوار كان طويل عليا بالنسبه لي. في بدايه بدات عندنا بني سويف في نادي مبارك. الحمد لله بدات التدريب، يعني اول ما بدات طبعا كنت في الدراسه، طبعا كنت دراسه وتمرين. نعم. ف كان عندك كم سنه؟ كان عندي تقريبا 9 سنين اول ما ابتديت. بدات مين اللي وداك تلعب، انت ولا بابا ولا ماما؟ مين اللي هو كان شخص صديق لي، صديق للعيله. تمام. هو اللي ودانا العب، وبدات بقى المشوار من والحمد لله بدات اتدرب خلال فتره. انا الحمد لله كان في هناك مركز للعب البارالمبي على حسب يعني الاعاقه وكده، ولا انت رحت كده مع نفسك؟ هو شخص وداني طبعا النادي عندنا في بني سويف، طبعا نادي مبارك فيه مكان للتدريبات ممتاز جدا، وعندنا استاد بني سويف طبعا مكان للتدريب، استاد فيه تراك وبنتمرن فيه، ما فيش اي مشكله. ممتاز. انا بدات المشوار واحده واحده الحمد لله. انا اول جمهوريه من بدايه 2013. 4 سنين كنت اول مصر. بدات من 2013. بدات 100 و200 برضه ولا بدات 400 متر؟ كنت بلعب مسافات كبيره. كنت بلعب 400 متر. بدات 400 متر من بدايه 2013، كنت اول جمهوريه لحد 2018، لحد ما طلب تيست المنتخب مصر للالعاب قوه. الحمد لله شاركت في التيست ده في سباق ال 200 متر و 400 متر وطلعت وخدوك. الحمد لله حطيت الرقم اللي كان مطلوب مني واتخذت. سنه كام؟ 2018، شهر 11 2018. بدات المشوار من 2019 الحمد لله. اول بطوله شاركت فيها في حياتي كانت بطوله فزاعه الدوليه 2019. الحمد لله حصلت على ميداليتين، ميداليه فضه في ال 100 متر وميداليه برونزيه في ال 200 متر. ما شاركتش في سباق ال 400 متر لانه ما كانش موجود السباق. طب بطوله فزاعه كانت مشارك فيها ابطال عالميين؟ طب بطوله فزاعه دايما بتبقى من اقوى البطولات على مستوى العالم، لان البطوله الوحيده بتبقى اول بطوله في الجراند بري في بدايه السيزون. وشاركت بعدها في بطوله عالم للناشئين في شهر 7. عملت ايه؟ حصلت على ميداليه برونزيه في بطوله العالم في سباق 400 متر. والرقم اللي حطيته اهني لبطوله عالم للدرجه الاولى في شهر 11، كان بعدها بحوالي 5 شهور بالظبط. الله اكبر. سافرت بطوله العالم، كنت اصغر لاعب في الباسا، احنا كنا 10. الحمد لله شاركت في سباق 400 متر، حطيت رقم كويس جدا وعملت ميداليه فضه. بعدها شاركت في بطوله المغرب كانت 2022، الحمد لله عملت فضيتين في سباق ال 100 متر وال 200 متر، ومنها اتاهلت لبطوله العالم في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله، واولمبياد باريس 2024. شاركت. كلمني على الجائزه الكبرى بقى. تمام. كلمني عنها، ما انت نطيتها على طول. قول لي الجائزه الكبرى عملت ايه؟ الحمد لله انا سافرت بطوله ايطاليا، كان قبلها في شهر 2. قبل الجائزه الكبرى. قبل الجائزه الكبرى. سافرت بطوله فزاعه في شهر 2. تمام. الحمد لله شاركت في ال 100 متر، كان فيها بطل العالم السريلانكي. عملت ايه؟ الحمد لله عملت ميداليه ذهبيه. كسبته؟ كسبته بفرق كبير جدا الحمد لله. طبعا انا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى كبيره. انا نازل انا عارف انا اعمل ايه، فالحمد لله نزلت الماتش الحمد لله عملت ميداليه ذهبيه ورقم حلو، رقم كويس جدا بالنسبه للرقم اللي كنت عامله في المغرب كان وحش. فالحمد لله رجعت اتمرنت حوالي بالظبط 2 أو 3 شهور وسافرنا بطوله الجائزه الكبرى في ايطاليا. طبعا احنا كنا 7 لعيبه، فالحمد لله شاركت في سباق ال 100 متر كان اول سباق، ودي يعني شيء فرحني جدا ان العب السباق الاساسي قبل كل السباقات. نعم. لعبت السباق الاساسي ال 100 متر، كان جنبي بطل عالم بتاع ايطاليا، هم 2 أبطال عالم من ايطاليا كان جنبي في السباق. فالحمد لله انا نزلت. ما خفتش؟ لا طبعا، انا طبعا اي لاعب بيبقى عنده خوف. طبعا. بس يعني الحمد لله يعني من كتر اكتساب الخبرات بقيت يعني تركيزي بقى اكتر 100%. الله اكبر عليك. فالحمد لله لعبت جنبهم، انا لعبت ماتش كويس جدا، رجعت رقم جديد وده رقم شخصي جديد الحمد لله.
وعملت ميداليه ذهبيه ومنها بقت مصنف يعني المفروض ثاني عالم على الرينج. تمام. الله اكبر عليك. فالحمد لله يعني احنا دلوقتي بنستعد لبطوله العالم ان شاء الله. هلعب يوم 12/7. بس خدت 200 متر كمان. لعبت 200 متر. أيوة. عملت لا ما تطولنيش كده، ميداليه مهمه يا كريم. ماشي. لعبت 200 متر برضو الحمد لله، عملت ميداليه ذهبيه، بس انا طبعا كل تركيز على ال 100 متر لان ده سباق الاساسي. ده سباق الاساسي اللي موجود في بطوله العالم. 200 متر مفيش 200 متر. مفيش 200 متر. هي الموجوده عشان كده انت ما قلتهاش، لانه 200 متر مش هتلاقيها في بطوله العالم. فدلوقتي حاليا انا بستعد لبطوله العالم في شهر 7 ان شاء الله. احنا السفر ان شاء الله 2/7، هلعب ان شاء الله يوم 12/7 الساعه 8 بالليل بتوقيت الدوله هناك. الله اعلم بقى بتوقيت مصر الساعه كام. فين؟ في فرنسا ان شاء الله. ان شاء الله. يعتبر احنا بطوله العالم هتتلعب على ملعب اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. اتلعبت فيه؟ لا احنا هتتلعب عليه. لسه هتتلعب عليه. تمام. فاحنا دي يعتبر كده تيست للملعب قبل مشاركتنا في اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. الله اكبر عليك يا كريم. فده شيء كويس جدا ليا. الله اكبر عليك يا كريم. لا ومذاكر تاريخه ومذاكر وعارف هو عايز ايه ومتحدث كويس كمان يعني. الله اكبر عليك بامانه. يعني بامانه بطل بجد، قاعد قدامي بطل من ذهب. ربنا يحفظك يا دكتور. اكيد كان ليك دور كبير. انت يعني كنا اوف اير بنتكلم ان انت كنت متابع كريم من فتره. كلمني انت تابعت كريم امتى؟ اول مره شفت كريم كان امتى؟ اول مره شفت كريم من حوالي 4 سنين في مركز الزومبي، لان احنا دايما تدريباتنا بتبقى معاهم. يعني قبلهم او هم تحديدا بيخلصوا قبلينا او احيانا بيتداخلوا معانا يعني في التوقيت بتاعنا. فطبعا بصفه ان احنا يعني الالعاب الفرديه دايما بتبقى عارف الاسماء والتشجيع بيبقى مباشر يعني. حتى اذا كان كريم الدنيا قريبه يعني بنتفرج عليه بنلاقي الاداء بتاعه او بتاعهم كمجموعه عمل وكمنتخب في ممتع جيد يعني. فابتدت المتابعه هنا، ده بيلعب ايه ده مستوى كويس. طب ابتدت من هنا تبان يعني، اقول عايز مش عايز اقول صداقه، بس ابتدت من هنا العلاقات تتطور بيننا وبين بعض يعني. نتابعه، لقينا ارقامه كويسه، ابتديت اتكلم معاه، ابتديت اعرفه ويعرفني. فابتديت حتى متابعه ايجابيه قبل ما ينتقل للنادي، لان القطاع ده بالذات ما كانش موجود عندنا، بس احنا بقالنا سنتين شغالين. قطاع البرلمي طبعا حاجه جيده جدا. يعني ان حضرتك برضو يعني والنادي الاهلي اكيد من وراك ده يدعمك ان انت فتحت الاتجاه البرلمي جوه النادي الاهلي. اكيد طبعا دي كانت بدايه، لان طبعا الكابتن محمود والمجلس تحديدا في اللقاء اللي تم مع سياده الرئيس كان محمود البهواشي. بالظبط. كان طلب ان هو يلعب في النادي الاهلي، فمن هنا جت الفكره والقطاع ده تم الاتجاه ليه وضم بعض اللاعبين المميزين زي كريم وزي محمود. ومحمود برده ولد كويس جدا وممكن ان شاء الله يبقى يتصعد المنتخب. ففعلا وبعدين في الاخر بقى يعني برده دي مصر يعني ميداليه عزيزه علينا كلنا. فحتى هم يعني هو بالنسبه له او بالنسبه لهم نقول النادي الاهلي كان حاجه يعني مفاجاه كبيره ان احنا ننضم لعقون الاهلي. فالقطاع وجد والحمد لله طول موجودين، وباذن الله بعد كده الميداليات تيجي باذن الله عشان نقدر نستقبلهم بقى يعني. طب انا عايز اعرف بقى يعني اسم كبير زي كابتن ياسر داوود، اسم يعني يحلم الكثيرين ان هم يعني يتكلموا معاه او ينالوا اعجابه، لما يجي يتكلم معاك ويقول لك تعال احنا محتاجينك في النادي الاهلي، كلمني عن اللحظه دي ابتدت ازاي وانت حسيت بايه لما كلمك قال لك النادي الاهلي عايزك؟ طبعا من زمان جدا من بدايه ما انضميت للمعسكر، معسكر منتخب مصر، بدايه التعرف عليا كان على كابتن ياسر كان في الملعب، لان احنا كنا بننزل معادي التدريب في وقت تمرين النادي الاهلي. نعم. فطبعا كان متواجد في الملعب على طول، فدايما كنت بشوفه. تعرفت على الكابتن ياسر طبعا 2019 بعد ما رجعت من بطوله دبي فزاع. بدات اتعرف على الكابتن ياسر طبعا. ما كنت النادي الاهلي طبعا كانت لعبه احنا ما كانش لنا لسه ان احنا نساهم فيه او نلعب فيه. تمام. فمن هنا جت بقى الفكره. فالموضوع طبعا طلبت ان انا العب اسوياء. انا لعبت اسوياء سنتين بالظبط. لعبت اسوياء كمان؟ لعبت سنتين. الحمد لله كنت بنزل تحصيل رقم، لان طبعا في اختلاف طبعًا جامد طبعًا وفي فرق جامد طبعًا. بس انا الحمد لله ارقامي. طب ايه اللي خلاك تنزل في الاسوياء؟ ايه؟ نزول الاول نفسك احتكاك شخصي واكتساب ثقه بالنفس، ان انت لما تلعب جنب حد اجمد منك، فده بالنسبه لما تلعب في السبب بتاعك اللي هو الخاص بيك. فبالنسبه لي انا اقوى من اللي جنبي، لان انا لعبت مع الاقوى من. انا عايز اقول لك انا بحييك وعايز اخليني اشرح بس للساده المشاهدين كريم عمل ايه. كريم طبعا هو لاعب بارالمبي عنده اعاقه وبيلعب طبعا بوضع طبيعي، بالعكس اعاقته دي انا دايما بقول الاعاقه مش اعاقه بدنيه ولكن الاعاقه بتبقى في الذهن قولا واحدا يعني. وهو انا بس خليني اشرح لحضراتكم، هو بيلعب بارالمبي، نزل مباريات الاسوياء اللي ما عندهمش اعاقه، ما حسش ان اعاقته تشينه، ودايما زي ما حضراتكم شايفين بطل يعني. معلش يعني عايز الصوره تبقى عليه وانا بتكلم، انه راجل رافع راسه فوق، راجل مش زعلان ابدا
انه يكون او متضايق انه عنده اعاقه، بالعكس ده رافع راسه فوق، نزل مع الاسوياء بيقول لك انا كنت بجري جنب الاسوياء، انا عارف ان هم اقوى مني عشان لما انزل بعد كده مع الابطال البارالمبيين اكون انا اقدر اكسبهم بكل سهوله. حقيقه بحييك والله، بحييك فعلا يا ابني، وبحيي فيك رجولتك وبحيي فيك فكرك. وخلينا اقول ان الاعاقه عمرها ما كانت عائق قدام حد انه يبقى بطل. لا طبعا. تقول ايه لكل زمايلك اللي عندهم اعاقه طبعاً عندهم حسب درجه الاعاقه؟ قلت لهم هي طبعا الاعاقه، احنا الاعاقه مش اعاقه يعني حركيا سواء او جسمانيا او، بالعكس احنا عندنا احنا زينا زي اي حد طبعا، فهمنا اوسع من اي حد. احنا طبعا لما بنحط في موقف بنعرف نتصرف، بنعرف نتعامل، وازاي يعني سواء الموقف او كويس او سيء بنعرف نتعامل. احنا الحمد لله ما فيش فرق بيننا وبين اي حد. انا الحمد لله يعني بفضل الله انا بقيت اكسب ناس من الاسوياء، بكسب ناس ما شاء الله. انا الحمد لله يعني تطويري في الرياضه، انا الحمد لله يعني بالنسبه للمستوى اللي انا فيه دلوقتي، انا طبعا بحمد ربنا وبشكره جدا على المستوى اللي انا فيه الحمد لله، وافضل محافظ عليه ان شاء الله. شكرا لله. فطبعا انا بحب اشكر كابتن ياسر جدا على تسجيله لي النادي الاهلي، وطبعا ده شرف كبير ليا جدا ان انا العب باسم النادي الاهلي، طبعا نادي كبير وعظيم، فالحمد لله يعني بقيت بلعب باسمه، وان شاء الله وباذن الله اكون عندي حسن ظنهم. لما بترجع بني سويف وانت لابس تيشيرت الاهلي ولابس تريننج الاهلي بيقولوا لك ايه؟ طبعا ده فخر ليا ان انا بلعب في النادي الاهلي، يعني الحمد لله يعني ان شاء الله اول مشاركه ليا في النادي الاهلي ان شاء الله في بدايه السيزون اللي جاي ان شاء الله، فان شاء الله يعني اول بطوله اوعدك يا كابتن ياسر المدير ان شاء الله. يلا وعد يساعدك هو كابتن. لا هو مش محتاج حاجه بامانه يعني. وخليني برضه اجي لك كابتن ياسر، يعني في فرق، خليني اتكلم بكل امانه، في التدريب والاهتمام والفنيات ما بين البارالمبي والاسوياء، يعني شايف اختلاف ولا نفس المدرسه ونفس كل شيء؟ لا هو في فرق طبعا، في فرق كبير، لان الاعاقات زي ما حضرتك عارف درجات وانواع طبعا. في فرق في البرامج بتاعتهم وفي الشده والقياسات والاحمال بتاعتهم، انما في بعض النوعيات زي مثلا كريم، يعني هو زي ما بيقول بيجري مع الاسواق، هو النهارده طبعا ما بياخدش برنامج بتاع الاسواق كامل، انما بيشجع المدرب طبعا، المدرب اللي معانا في الجهاز الدكتور اسامه هو برضه متولي، يعني اسامه فؤاد راجل ما شاء الله برضو على قدر من العلم والدرايه محترم يعني، بس بيشجعه انه يديله الاحمال مش الكامله العاليه اللي تقدر، مش عايزه تفوق طاقته، اللي تقدر تشده لقدام. نعم. وطبعا ده بيشجع ناس كثيره ان يخشوا او ما صح يعني هو يعني يشدهم ليه، لان ما يخافوش زي ما هو قال كده، ما يخافش، عايزين يخش في الموضوع ده. وبالتالي ده بينعكس بقى على المنتخبات، على النتائج سواء كانت المحليه او العالميه بقى، ده بينعكس عليها كتير، ان طبعا المنتاليتي بتاعتهم تبقى تتقبل البرنامج الشديد شويه. نعم. هو لسه قايل كريم بيقول احنا المنتاليتي الوضع طبيعي ان انت عندك اعاقه، فاكيد المنتاليتي بتعلى وعندك فكرك وعندك اسلوب تفكيرك بيختلف. بالظبط. بتلاقي الذكاء بيبقى بيفوق الاسوياء، ودي سنه الله سبحانه وتعالى ودي حقيقه. بالله. فهو طبعا هو نفسه كده كريم. وفعلا وبعدين هي نوعيات زي كريم هي قليله، كريم ومحمود وبعض الافراد دي، وطبعا انضمامهم لينا مش من فراغ، لان النادي الاهلي برضه في العاب قوى الحمد لله متميز وفرق كتير عن 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 كل الدنيا، فده بالنسبه لهم ان اروح في الحته دي يعني دافع جيد جدا جدا لحق ميداليات اولمبيه ان شاء الله، وده اللي احنا مستنيينه عشان نروح نستقبلهم المطار باذن الله ان شاء الله. بس خليني بس افكر حضراتكم، كان في شاب جميل اسمه محمود البهواشي، هذا الشاب كان في احد طبعا يعني اللقاءات مع سياده الرئيس وطلب انضمامه لنادي الاهلي، وبالفعل طبعا يعني استجيب لرغبته، كابتن محمود الخطيب استجاب لهذه الرغبه مباشره، النادي الاهلي طبعا استجاب، وبالمناسبه محمود بيأدي اداء كويس وبياخد جرعات تدريبيه. والمفاجاه اللي عايز اقولها لكم للاهلي كابتن ياسر يعني قبل الهوا، انه كمان مرشح انه يبقى احد ابطال مصر للانضمام لمنتخب مصر، يعني مش جه بس النادي الاهلي كرغبه او تحقيق رغبه ليه، لا النادي الاهلي وقف جنبه، النادي الاهلي ساعده، النادي الاهلي حقق له امنيته، وان شاء الله ممكن في يوم من الايام نشوف محمود البهواشي، ان لقائه مع سياده الرئيس غير حياته كلها، وبانضمامه النادي الاهلي ايضا دفعه لقدام. كلمنا عن البهواشي كمان يا كابتن، اخباره ايه؟ بيلعب مسابقات ايه؟ محمود طبعا بيتمرن معانا بصفه مستمره، الايام اللي فاتت دي كان طبعا امتحانات، بس هو اول ما جه طبعا كان زي ما حضرتك قلت من شويه فرق الاحمال والشداد وكلام من ده، طبعا مختلف، فاول ما جه تعب شويه معانا اكيد. ما هو ده دليل ان انت اهتميت بيها يا كابتن، انت معلش انت لو مش هتدي له احمال مفيش اهتمام، يعني قصدي اقول النادي الاهلي، يعني في ناس تقول لك ده النادي الاهلي، لا النادي الاهلي اداله دعم حقيقي، يعني وقف جنبه حقيقه،
دي حقيقة. وانه عشان يخليه بطل مش مجرد تواجده جوه النادي الاهلي وبس. دي حقيقة. احنا بعد اسبوعين بالظبط تقريبا محمود قدمنا للمنتخب ومدربين المنتخب وابتدى يتمرن معاهم. يعني بعد اسبوعين لقينا قياساته ما شاء الله بتتطور. اه جيده جدا. وانتظم في تدريبات محمود؟ انتظم انتظم. بس قلت لحضرتك زي ما قلت لك كده في البدايات طبعا حصل له تعب. كيرف بالنسبه له جديده. اه النادي الاهلي في حته زي ما قلنا في حته برضه بعيده شويه عن الدنيا فالاحمال بتاعتنا بتبقى جديده شويه. تعب شويه بس ابتدى يستوعب بعد كده لان هو برضه الولد عنده طموح وعنده امل طيب. بعد اسبوعين بالظبط قدمناه لمدربين المنتخب شافوه قالوا كويسه فبيروح مثلا معاهم تمرينتين ويجي معانا ثلاث تمرينات. برافو. يعني بدا خلاص ينتم المنتخب يتمرن معاهم. الله اكبر. وربنا يكرم بقى يجتاز الاختبارات بتاعتهم ويكمل معاهم باذن الله بعد كده يبقى معانا ومعاهم في نفس التوقيت زي كريم كده ان شاء الله. وده برضو اكيد كويس. وده ممكن يبقى هم نوال لفريق كبير بعد كده في النادي الاهلي. ممكن فعلا هم نوال فعلا يعني طبعا لهذا النوع من الرياضه النشاط. وخلينا اقول برضو وجود حضرتك مهم لان حضرتك عندك رؤيه ونظره وتستطيع ان انت تقود عدد كبير من اللاعبين في وقت واحد وبتقدر توزع الـ مش هقول الاحمال ولكن المسؤوليات الفنيه ما بين المديرين الفنيين. ودايما يعني خلينا نتكلم على اعداد يا كابتن. مثلا حضرتك عندك كم مدرب دلوقتي في القطاع كله او في الجهاز كله؟ إيه حوالي 28. الله اكبر ما شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن عدد اللاعبين تقريبا طبعا اكيد حضرتك مش هتعرف تحصيهم كام. لا هم حوالي من 216 ل 225 ما شاء الله. ابطال جمهوريه كلهم ما شاء الله مش بيتمرنوا دول ابطال جمهوريه فعلا حقيقيين. بس يعني عايزين نوري الساده المشاهدين حجم الجهد والرعايه اللي بيقدمها النادي الاهلي لابطال كثيرين. العاب القوه النهارده 28 مدرب 220 لاعب تقريبا كلهم ابطال جمهوريه جوه النادي الاهلي على طبعا على غرار كريم. يمكن كريم فتى ذهبي عالمي ولكن كل اللي موجودين على الاقل ابطال جمهوريه. يعني بنتكلم النادي الاهلي النهارده مدرسه منظومه مؤسسه كبيره بتدعم كل الرياضه. طب كلمني النهارده يا كابتن عن العاب القوه بقى بشكل عام. يمكن هنخرج شويه عن كريم وهنرجع له تاني ولكن النهارده انت عندك خطه طموحه طول عمرك. اكيد طبعا. يعني كلمنا عن الجديد عن ايه مين اللي طالع مين اللي بروميسنج عندنا في العاب القوه. هقول لحضرتك كابتن ان احنا على فكره مش ابطال جمهوريه 220. احنا عندنا ما لا يقل عن 38 بطل وبطله ميداليه عربيه وافريقيه ودوليه وتعد في بعض الناس منهم تحت مظله رعايه المنتخب لاعداد البطل الاولمبي. فانا عندنا من 220 دول حوالي 38 او 42 ولد وبنت ابطال جمهوريه ومحققين ميداليات في بطوله العربيه في تونس وبطوله افريقيا اللي كانت في زامبيا من حوالي شهر. فكلهم ميداليات ذهب وفضه. وعندنا ارقام قياسيه يمكن لو قلنا قوام المنتخبات نقول 60 70% من النادي الاهلي. لا 80% فمن ضمن 220 دول انا لما يكون عندي 80% من قوام المنتخب المصري ما شاء الله المحقق ميداليات مش منتخب بيشارك للتمثيل مشرف من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي. فارجع لسؤال حضرتك ان الرؤيه ان احنا مش موضوع بنمارس رياضه وبنعمل حاجه عشان نشارك. احنا عايزين بطل اولمبي بالظبط. يعني احنا النهارده بكل موسم بيبقى الريكورد بتاعنا قصاده بتاع الموسم اللي فات بنتفوق عليه ودي حقيقه فعلا. عشان كده شوفوا القديم ايه وعايزين تتفوقوا على الارقام بالظبط. عشان كده مثلا في موسم 2016 2014 كان عندنا مثلا 12 بطل عربي وافريقي مثلا. نعم. 12 ميداليه. ده النهارده عندي 38. نعم 38 ده اوريدي على الارض يعني تم تحقيقهم اوريدي. فاحنا رؤيتنا ان احنا يمكن حتى كالعاب القوى المصريه هو النادي الاهلي القاطره بتاعته. يعني النهارده في اي نشاط النادي الاهلي مش موجود المسابقه بتبقى ضعيفه جدا على مستوى حتى البطولات اللي احنا بنشارك فيها ده اذا حصل يعني تكاد تكون البطوله نتائجها معدومه. فاحنا توجهاتنا وتطلعاتنا وحلمنا وخططنا كلها مبنيه على الارقام القياسيه وتكسيرها والوصول بيها للمستوى الدولي والعالمي. ودي حقيقه فعلا والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى موفقنا لان احنا فعلا كجهاز وكناس ومدربين وطبعا ورانا اداره نشاط رياضي ومجلس اداره لا بنحقق نتائج وبنتعب والولاد والبنات ما شاء الله منتقين. يعني انتقاء يكاد يكون مثالي. تصفيات بيلجأوا ليها ما بتختارش اي حد انت كده كابتن. يعني مش اي حد بيلعب في العاب القوه. لا مش اي حد. لا حضرتك بتبقى شايف يعني. طيب احنا لعيبه العاب القوه الابطال الاولمبيين بتوعنا معروفين. الجمل وغيره انا مش عايز انسى حد ولكن احنا هل عندنا لعيبه بروميسنج مثلا زي كريم في سن 18 19 سنه بروميسنج طالعين واعدين؟ يعني كلمنا عن اللعيبه بتاعتنا يا كابتن.
اللي احنا ما سمعناش عنهم لسه. لا هم زي ما قلت لحضرتك، لو استثنينا الكبار اللي هم مثلا اربعه من هذا العدد اللي احنا قلناه الرقم دون، عندنا برومسنج كتير يكاد يكون من ال 18 ل 20 سنه. لا عندنا برومسنج فعلا، ونتمنى يعني نحافظ عليهم ونحوط عليهم. ليه؟ لان انا في وقت من الاوقات الموسم اللي فات مثلا، لو فلنفرض جدلا اتعملت بطوله عربيه او بطوله افريقيه في العاب القوى، نعم، لا الولاد دول من 18 ل 20 سنه احنا ناخدها واحنا حاطين رجل على رجل. الله اكبر، حاطين رجل على رجل في جميع المسابقات. ده ما كانش بيحصل قبل كده يعني. لا. كنا بنخش في منافسات ومش عارفين مين هيكسب. لما النهارده انت متاكد ان ارقام ولادك دي تروح افريقيا او عربيه تاخدها من 18 ل 20 سنه. عدد كبير يا كابتن، عدد كبير، وبنين وبنات. يعني لو عدينا في الايفنتات بتاعتنا السبرنت موجودين في الحواجز، في الوزن، في الزانه اللي ما كانتش موجوده عندنا في كنادي الاهلي وكمصر من 10 سنين ما كانتش موجوده. النهارده عندنا ولدين تحت 18. انا فاكر اخر مره اتفرجت على الزانه كان ايام مرحوم محيي اللي توفى الله يرحمه، بتاع الزمالك الله يرحمه، لاعب الزمالك، رمى وقع خارج السفينه، ولكن يعني من ساعتها ما سمعناش عن الزانه. النهارده بقى عندنا، لا عندنا ولدين مميزين جدا جدا تحت ثلاثه في النادي الاهلي وبنت. الثلاثه اعمارهم 17 18 17 18 19 100 5 متر و5 5 وهكذا ما شاء الله. عندنا يعني بينطوا 5 متر. تامر وكريم وفريد، وعندنا شهد. دي ارقامنا دي افريقيا عادي يعني. ارقام 5 فوق 5 متر في الزانه. احنا ناخد افريقيا. ومعنى حضرتك يعني بقول للكابتن ان هم تحت 20 سنه لسه عندك الزانه بيطولوا بالظبط تحت 20 سنه ونط 5 متر. يعني انا النهارده بتكلم في 35 55 يعني مش بعيد، واحنا شغالين عليها. عندنا في ال 400 متر ولدين هايلين بيجروا 46 ما شاء الله 46 والولدين تحت 20 سنه. انا عاجبني ان ما شاء الله الارقام في دماغك وانت بتكلمني بتسرح ونشوف اللعيبه قدامك. يعني عاجبني يا كابتن ياسر بامانه. انت بتيجي هنا يعني بتدينا كلنا في يعني العاب القوه بتضحيات بيتحملوا الصعاب. يعني يمكن برضو ما خليني اتكلم بكل امانه ان الدعم مش بالشكل الكبير قوي لالعاب القوه، لكن انتوا بتقدروا تغيروا الواقع ده وبتحققوا حاجات كبيره. بس خلينا نرجع لمحور حلقتنا بقى كابتن كريم، طبعا يعني بطل مصر ونقول افريقيا ونقول ان شاء الله المنتظر بميداليه برلمانيه كبيره من هنا الاولمبيات ان شاء الله. خلاص تاهلت رسمي. تمام. ممكن بعض اللاعبين بيتاهل بيريح، تمام، بس مش انت. لا طبعا انا بقول لك مش انت. لا مش عشان حاجه، مش عشان اعرفك، من عينيك انا، من عينيك في ديزاير، في ويلنج عالي جدا. من هنا لباريس انت ناوي تعمل ايه؟ هي طبعا اولمبياد باريس هي حلم كل رياضي. انا يمكن الفرصه ضاعت مني في اولمبياد طوكيو 2020. ليه؟ فطبعا باختلاف الكوتا، عدد الكوتا، انا كنت راجع من بطوله العالم 2019 ثاني عالم بميداليه فضه، كانت الميداليه الوحيده في البعثه كلها. للاسف الايفنت بتاعي ما نزلش في اولمبياد طوكيو. يعني بس مش تقصير منك، مش تقصير هو مني. الايفنت اتلغى. الايفنت اتلغى، تمام. طبعا فكنت حاطط امل على سباق ال 200 متر، كنت ماشي بشكل كويس جدا. حصل لي ظروف قبل اولمبياد طوكيو في بطوله فزاع الدوله، كانت قبل الاولمبياد بحوالي 5 شهور. دي كنت طالع العب فيها 200 متر بس عشان احسن ترتيبي على الرانك العالمي، علشان لو في نصيب اسافر اولمبياد طوكيو. طبعا حصل نصيب وما سافرتش ولا حاجه. ربنا يعوضك ان شاء الله ويعوضك. فالحمد لله بعدها بقى رجعت خلاص قدر الله ما شاء فعله. بدات ان انا اركز بعد اولمبياد طوكيو بخمس شهور. انا عرفت ان انا ليا لعب في اولمبياد باريس 2024 سباق ال 100 متر تي 44 بس. نزل خلاص. نزل خلاص رسمي. تمام. من هنا بقى بدات اشتغل، بدات اشتغل في المعسكر واحده واحده. بدانا مع الدكتور اسامه فؤاد، طبعا هو مدرب في النادي الاهلي. كمان يعني مدربك في المنتخب ومدربك في الاهلي. مدرب في النادي الاهلي، تمام. دكتور اسامه بدا يخلينا نختلط بالناس. احنا طبعا في المنتخب كنا بنتمرن لوحده، احنا بدانا نختلط بالناس لدرجه ان احنا بنتمرن في الكليه الحربيه مع ثلاث الكليه الحربيه. ما شاء الله. فاحنا ابتدينا طبعا الموضوع. احنا الحمد لله اول بطولتين ليا مع الدكتور اسامه ميداليتين ذهب، ثلاث ميداليات ذهب، وده انجاز كبير جدا وشيء كويس. احنا الحمد لله دلوقتي مركزين لبطوله العالم على شهر 7. في شهر 7 مركزين. هتسافر انت 4/7 قلت دلوقتي ان شاء الله. 4/7 تمام ان شاء الله. مركزين لبطوله العالم في فرنسا. في فرنسا مركزين لبطوله العالم. احنا كل هدفنا ان احنا نروح، احنا تحسين الرقم احنا لو حسنا رقمنا الميداليه بتيجي مرتاحه جدا. انا رايح بطوله العالم احسن. قلت كلمه حلوه، ركز مع الرقم، ما تركزش مع الميداليه. احنا لعبتنا لعبه رقميه مش لعبه ميداليات. ركز في ميداليات، ركز في الرقم. صح. احنا لعبتنا لعبه رقميه علشان لو في بطوله يعني اتعملت ممكن يقول لك احنا مش عايزين اول وثاني وثالث، لا احنا عايزين احسن ارقام.
ممكن اكون انا عامل ميداليه ذهب بس رقم ضايع. الله اكبر عليه والله. بس رقم ضايع، فاحنا دلوقتي مركزين على الرقم. احنا دلوقتي خطتنا اولمبياد باريس طبعا، بس احنا بطوله العالم دي هتبقى محطه في النص كده، هنعديها ان شاء الله بتوفيق ربنا، وان شاء الله ارجع بميداليه ذهبيه يا رب ان شاء الله. احنا دلوقتي تركيزنا كله اولمبياد باريس، وده طبعا حلمي ومش هسيبه ابدا، وان شاء الله احققه، ان شاء الله ارجع بميداليه ذهبيه في اولمبياد باريس ان شاء الله. تعرف اللي عاجبني فيك ايه؟ اللي عاجبني فيك ان انت بتقول احنا، يعني بتتكلم بصيغه الجمع. احنا كلنا، احنا كفرقه، احنا كمنتخب، ودي حاجه تدل ان انت ابن اصول. طيب خليني اتكلم عن باباك ومامتك. باباك ومامتك يعني كلمني عنهم، كلمني عن دعمهم، لان دايما الاسره هي الخليه الاساسيه. اه طبعا. وهي اللي بتكون منها نجاح اي مجتمع. دعموك ازاي؟ وليك اخوات ولا لا؟ كلمني عن اسرتك انت. طبعا باباك ومامتك موجودين. موجودين الحمد لله. دعموك ازاي؟ يعني كلمني عن دعمهم ليك لغايه ما وصلت 9 سنين وبدات تشارك في نادي مبارك او مركز مبارك. انا طبعا بحب اشكر ربي وامي جدا واخواتي على الدعم اللي هم دعموا لي خلال الفتره اللي فاتت دي، وطبعا لسه دعمهم لي اكتر لحلم باريس 2024. طبعا هو مش حلمي لوحدي، ده حلم امي وابويا وحلم اخواتي، فان شاء الله باذن الله. هو طبعا انا بدات بعد، خلينا نتكلم بعد اولمبياد طوكيو. وطبعا الدعم الاول كان كويس جدا، يعني ما بتروحش التمرين ليه؟ طب انت مستواك عامل ايه؟ طب الف مبروك. طبعا لو بجيب ميداليه الجمهوريه بالنسبه لهم ميداليه عالم. طبعا ابوك وامك والام يعني. احنا طبعا اولمبياد طوكيو طبعا كان في كده. انت ليك كام اخ؟ احنا 2 وبنت، 3 صبيان وبنت. حد تاني مثلا برالمبي بيلعب ليه اعاقه ولا لا؟ لا طبعا. انت بس؟ هي الاعاقه دي كانت سبب حادث. حادثه؟ كانت سبب حادث. انما انت ما اتولدتش بيها. لا ما اتولدتش بيها، انا كنت سوي. بس هي سنه كام حصل الكلام ده؟ انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين هي حصلت وانت عندك 9 سنين. حصلت عندي 9 سنين. طبعا عندي محمد اخويا بيلعب رياضه، بس اللي هي الرياضه العاديه، مش بيلعبش لان هو طبعا مركز في كليه الحقوق بتاعته. عبد الله عندنا في ثانيه ثانوي بيحب برضه يلعب جيم وكده زي محمد، وجاد لسه في اولى اعدادي طبعا لسه ما بتلعبش اي رياضه. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض يا كريم، وان شاء الله تشوف يعني يشوفوك احسن واحد. طبعا الوقت مر سريعا معاك يا كريم، ونورتيني وشرفتيني. كريم محمود نجم مصر في العاب القوى، وطبعا الفتى الذهبي، بشكرك نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق يا كريم. يا رب. كابتن ياسر داوود طبعا رئيس جهاز طبعا العاب القوى في النادي الاهلي، وضيفنا العزيز دائما ابدا، بشكرك نورتني وشرفتنا. بشكرك وبشكر كل الناس، وكل سنه طيبين، وان شاء الله موسم سعيد علينا وعلى كل الدنيا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من الابطال. كان معانا بطلين من ذهب، سواء رئيس الجهاز اللي كان ليه ايادي بيضاء على الكثير من الابطال مش بس في النادي الاهلي ولكن في مصر كلها، كابتن ياسر داوود. معانا الفتى الذهبي ايضا كريم محمود، نجم مصر في البارالمبي 100 و200 متر، واللي تاهل لباريس 2024، واللي ان شاء الله وعدنا النهارده انه باذن الله هياخد ميداليه في باريس 24. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا ان شاء الله بكره. هفكركم بكره ان شاء الله من الساعه 6 هيبقى بدايه حفل طبعا، او تغطيه الحفل، افتتاح الفرع الرابع، فرع التجمع، هتبتدي التغطية من الساعة 6. وطبعا يشرفني بكرة إن شاء الله أكون مع حضراتكم من الاستوديو، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من الأبطال.